اول مقطع على المليون قاعد تمنح ورود وريحه دبابه وريحه امور طيبه صرت كيوت الصلاه مو في الديسكربشن ما عاد تحتاج ما خلاص شكرا انا بحط قاعده تستاهل بس هذا المقطع راح يكون فيه تحديات بيني وبين فارس الخسران لازم يختار صندوق وياكل اللي داخله في صندوق داخله اشياء لذيذه وفي صندوق داخله اشياء مقززه هذه نسبه غير مشتركين في القناه فلا تنسون الاشتراك وجرس التنبيهات خلونا نوصل 500 الف هذا الشهر اسلم وش رايك انت مقطع الجوله الاولى راح تكون تحدي الذاكره راح اقول لفارس اسم يوتيوبر طيب لازم ترد علي باسم اليوتيوبر لان قلته واسم يوتيوبر طيب انا ما ارضى لبتس طيب نبدا احمد شو احمد شو وخالد حلو احمد شو وخالد زين حلو اوكي الغلطان راح يختار صندوق يا اللي يا اللي يسار يا اللي يمين حلو في شيء حلو في شيء خايس ايوه في شيء مره خايس في شيء مره حلو 3-2-1 احمد شو احمد شو وفارس نرجسي فل عشان تقول اسمي حط اسم احمد شو تو دخل من اليوم عشان نرجسيه فل خلاص مشو نرجسيه فل احمد شو فارس ابو السعد خذها احمد شو فارس وابو السعد وشومك احمد شو وفارس وسعود احمد سعود ما اعرف احمد سعد احمد شو انا ما وصل لي اربع ايام حق احمد شو وفارس وابو السعد وشومك وبندل احمد شو فارس بسعد شونق بندريتا في فير يلا احمد شو فارس ابو السعد شونق بندريتا فيرفل قول اسم خلاص فيرفل زادكس احمد شو فارس ابو السعد شونق بندريتا فيرفل بسرعه بس خسر لا طول طول خسر بس يلا يا اخي يلا يا شيخ انا مواصل من زمان ورب الكعبه جولة الأولى كالعادة المليون انت ليتس جو ما اقدر مين اللي صار بسرعة اختار انا عادي شوف صح عادي شوف حق تبي نصيحتي اختار اللي هناك نصيحة شيء تحبه شيء تموت فيه شيء تعشي وش اللي هناك اختار هذا اللي صار اكيد خلاص ما انت مغير تثق بذوقي تثق باختياري إيه؟ توقعت اني بيعكس لان انا خصمه بس يستاهل يا عمري الديو شيء تحبه قايل لي شيء تحبه والله الديو موجود في اللوجو حق قناتي في تويتش من كثر ما احبه يا الله يا ريتني خسران والله اني ما اشوف بعد يلا المعلومه بس ترى ونال كرتون ما في شيء داخل جوا المنتج ما قاعد اشوف الشيء اللي بعده انت معروف انك حق كوره ما ادري ايش نزل لي الكوره هنا دقدقه اقل واحد دقدقه هو اللي بيختار من يبدا اول عندك حجر مقص يلا حجر ورقه مقص حجر ورقه مقص كذا طيب بسم الله بسم الله عبد الله بوز الان خشب خشب يا سلام على الكنترول يا سلام يا سلام يلا يلا اسعد ما تحسب والله ما تحسب ما تحسب يا عيال مسامحينا يلا يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كله هي والله صدمه الرقم خلصت منك ابو سعد ايه انا بجيبه انا جالس تخسر والله تخسر يتوقعون اسويها اضغط 10 الاشتراك يا سلام لا تخاف اللايك يلا وربك لا لا عادي زيك عادي عادي زيك 18 يا 18 وانا جاهز 1 2 3 4 5 يلا صح صح هنا كنترولك انا اختار مره ثانيه اي اختار يلا بسرعه مين اللي هناك تبي نصيحتي؟ لا دام تخلص اللي هناك دام اللي هناك والله انتهت قلت نصحت بشيء غلط؟ لا جرب انا اقول هذا لا انا ابغى يا سلام والله كينج اكل حاسه الشم يا رب مو منطق اقسم بالله مو منطق دائما اختار اختيار صح بسم الله طب عاد اكل معك؟ لا انت خسران مره ثانيه وجه ربي قهر ربي قهر ربي قهرني عفوت ولا اكل ياكل شيء زين هو ما ياخذ شيء مو كويس نصيحه خذها مني لا تجي الكره الجوله الثالثه ايه مو عندي عند الزير اول واحد يجيب كره المليار بليتس والله غشاش عارض لانه قبل شوي شاف المنتج شاف غير غير عادي غير من شاف انت شاف انت شفته طيب من اللي فايز؟ انت اللي اختار انت اللي اختار هو اللي اختار انا اللي اختار انت اختار غير انا بغير منتجات غمض غمض اي ماما ابو سعد ها اني لك من الناصحين فك واني لك من الناصحين حلو اختار اللي صار هذا تدخلني؟ ايه لا اختار هذا دام فيها ثقه اختارها دام فيها ثقه نفس اول جمله ايه تبغى الثقه اختارها انقلها عنها خلاص تم
هذا قل على طال النهايه يلا ليتس جو الله لا يوفق ابليسك لا ايش هذا ايش مو فكتي فكه ما اقدر فكه يا اخي بعد ايش وضع اللي مسميك زيتونه شلون في واحد مسميك بالجواز زيتونه من هذا ابو الزير صح ايه حسبي الله ونعم الوكيل في واحد مسميك تدروش بلش المقاطع يا جماعه الخير اعلان جدا مهم وصدق انه بيفيدك انت يا عزيزي المشاهد كلنا نعرف تطبيق جيت كونتاكت التطبيق اللي بيفيدك في اكثر من شيء منها انك تعرف مين الشخص اللي قاعد يتصل عليك فاي محاوله احتيال ونصب انتهت مع جيت كونتاكت التطبيق هذا يستعملونه اكثر من 400 مليون مستخدم متوفر على اي او اس وبرضه على الاندرويد طيب يا جماعه فالان انا دخلت وحطيت رقم راكان وقاعد اشوف الناس وش مسمينه راكان باور راكان في واحد مسجل جدا سواك ايش هذا كان كنت كداد ولا ايش رحت عند خالد جماعه الخير والحين بوريها الاشخاص اللي سجلوا اسمه بالجوال انا متوتر تمام هذا كنت مزمن حسابي زي كذا في واحد يسميك ها ها ادو هذا حقي حق كوت مين تعرفه اي الحين طيب رابط تحميل التطبيق موجود تحت في الديسكربشن حملوه واستفيدوا منه وابغى الكومنتات هذا المقطع كله قد كونتاكت وقلب ليش اشرب خسارة لا يا شيخ ربك كبري حتى ريحه ايه يلا ملعقه والله ما راح انا اللي انا حط لك لا 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 والله ما انا الفايز والله شويش فاز شويش والله بشويش يا صوت بس ولزج انا حسبت شط بس والله ما تعبي والله منطقه بس عثرت جولتك لا تخسر سخيرا لا زاده بس الله انت زاحف ودم لا 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 والله والله اخيرا خسرت جول بعد حكيم ثواني وجه بس دقيقه وش تسوي هالجول بعده وش تسوي انا باخذ حق بيت لا بس وخسران راح يختار هو ما قد شاف الباي حقي ها واحد اثنين ثلاث لا تحرك هذا باي شريك باي شوف العبره وحنا جالسين في الارض الان اختار طيب اي عجل هذا والله اني ما ادري وش اقسم بالله اني ما ادري ايش والله العظيم بس عاد كيف فزت علي والله ظلم ذاك المسلسل والله ما غيرته والله يا الله والله شكل اليوم كله في الحمام رسمي يا الله يا توك ماكل حار يجيني حار سبحان الله يا مقرف يا اخي تاخذ القرنه يا عيال دخلت واحدة بعيني والله يا الله ليه كتير حارة ايوه هذا انقلبت شوف ما في شيء ما عندنا شيء انقطعت المويه يا الله ابو زير والله ما امزح اقسم بالله مويه ها والله نار زير ابو زير ابو زير صار اصم ما بس والله ما اقدر اكمل والله نار اقسم بالله نار والله نار اصير طمام ربي هات مليون يا اخي فاز علي جابها مني ما اقدر اقول شيء تحياتي عبد الله الراشد صدق كت والله حار مره يا حار ما انت حار مويه ابو مويه قطعت مويه كلها شو قطعت ما في مويه ضد اقسم بالله لا خلاص بس ربي على الحاره للحين حضرتها والله الجولة المدري كم باتل فليب اللي وصل ثلاثة أول راح يفوز طبعا خسران اللي ما يوصل ثلاثة أول هو اللي راح يختار واحد اثنين ثلاثة ضيق المسافة مشكلة مرة خفيفة يوك واحد طبعا اللي ما يدري أنا كنت قاعد في الاستراحة أثناء أتمرن على باتل فليب ليش؟ عشان إني أتحدى باور واحد كلها باتل فليب هذا الثاني وتبغى أجيب الثالث قول لي لا يا بزر ايش؟ يا بزر خلنا نلعب لعبة نظيفة الحين كم 2-1 صح؟ بس خل شوف الثالث وبسعد رب الكعبة انه كم يشيل والله انه كم يشيل جدا ابو سعد بصدمك اقسم بالله العظيم ان الوقت كله قاعد مرة بطل لو خذ لي مني يلا يلا واحد ان جبت ثلاثة ورا بعض اسمع ان جبت ثلاثة ورا بعض في المحاولة انا بخسر طيب واحد ايوه والله السمطرة طعمها فم
اختار او عندك اختار هذه كذا. طب انت صحني ابو سعد، وانت صحني وانت صحني نصحني عادي يا اخي. لا بدون نصيحه اختار والله ما ادري. تبغى حط ايه؟ حط بقره عد لين 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذه لا اختار هذه يا اخي. والله قهر والله قهر. ايوه دا 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 لحسته عاد 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 احتاج عقب الحراره وربي احتاجه. كيف طعمه حلو؟ خذ طعمه حلو حظك. شباب اللي يعرف صيدليه تبيع ادويه. طيب يا جماعه رجعنا والوضع حوسه في الحراره. أيوة ابو صالح الان بيسالنا. بسالكم اسئله بس ترى عقابها مره. بسالكم ست اسئله حلو كلها عن باور. طيب ممتاز لعبتي باور انا من مسافر عشان بدي اشوف يا ري. السؤال الأول عندكم مستعد؟ إيه. متى تأسس فور؟ مسامة على معرفت أبو صالح والله ممكن معروف. في إجابة من تشر غلط. إجابة صح صح أبو صالح. شيخ لعبت وراك. أذكر. لعبت بدنيته. أخ لخبطت وراك هو كان عندي جواب لخبطت فيه. باور كان اسمه قبل مو باور. يا سلام يعني معلومات عامة. 2010 غلط. آخر إجابة. غلط غلط أبو صالح. إجابة صحيحة. أيوه أيوه ما بتشكك من نفسي يا راشد. مين أعلى قناة في باور من حيث المشتركين وكم مشترك؟ ما شاء الله. لا لا ابو صالح لا صعب ما شاء الله ما اقدر مش كذا ترى معامله اداره فريق مع اللي عندهم مليون ما له علاقه ولا لا. طيب بما اني مليوني هو تو داخل مليون شلون جيكس مونكي 7 مليون مشترك ايه يعني الزميل وكذا الزميل كذا زميل ملايين 7 مليون مشترك صح شلون جيكس مونكي هو اسمه شلون جيكس لا 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 ابو صالح هذا اسمه عبط ابو صالح والله هذا اسمه عبط لا والله انه معاه حق هذا شيء الشيء الثاني في نظريه ان انا ابو صالح يحبني وان انا الفتى المدلل باور قسم بالله سؤال سهل انا علمك عندك ابو صالح كذا ابو صالح دور واحد يسوي مقاطع بعد المقاطع تدمر الفريق كم عدد المشتركين قناه باور؟ واو والله حاج والله ما عرفت والله ازم ممكن ازم بيعلقني ممكن في المقطع الجاي حق الفريق لكن مليونين و700 يعني 64000 صحيح يلا ليش اخذ كم هي 2.760 بس ما فيها الكسور هي بالتفاصيل فهي صحيحه لا صح يا اخي انا اقول لك يا سبحان الله انت تقرب له غلط يا صح ولا تقرب الصح الى غلط ابو صالح يا اخي انا اعشق باور عشق اكتب في الجدران اكوادكم ترى احب فارس والله اني احبكم يا اخي كم عدد المقاطع المطلوب من الشخص شهريا في باور؟ لا عاد سهلة 7 مقاطع ربك 7 مقاطع باللغة العربية الفصحى بتقول شيء ابو صالح باجي اكتب لك وصفة طبية انك انت ما تنفع حجاز 7 مقاطع ابو صالح ايوه من في باور محتواه متخصص في الاكل ولا ربي صعب هذي اعرف اجاوب اي صح السؤال عندي اكيد جاوب او خالد اكس جاوب صحيح يا مخلود معايض تحية الحب والله اني احب الادمي ذا حب مو طبيعي اقسم دقيقة يعني الحين فاز يمين ولا يسار؟ ايه زلطة بلطة عدي لين 10 1 2 3 4 5 6 روح شوفها بنفسك انا ما اقدر اشوف هذا ايش؟ ايش صار؟ سرادين فاخر ما كان بعرفه مو سرادين سردين وش هذا؟ هذا جربته وين؟ مقطع اخر واحد يوقف اكل لا لا والله ما انصحك يا اخوان هذا والله اني ما اعرف وش والله اسوء الله يكرم النعمه من اسوء الاشياء اللي هذا اذا بتبتلش فيه تفتحه ما يمديك تعطي الزرع ولا قطاع ولا اي شيء كرمين معقوله الدرجات خايس وش هذا؟ ابى اسعد وش؟ وربك مطرش والله انت مسكم والله اني مسكم مطرش والله يا مسعد هذا ايش؟ هذا ايش مسعد؟ سمكني تخيلوا انه قاعد بالبقاله 17 سنه تخيلوا الريحه بس ها تخيل هذا مع قرم فلفل من اللي تو هذا انا اروح مستشفى انا كنت اهرب من المدرسه وربي الريحه والساعه ما تبغى اعطيها ربي خاصة قلتها والله قالها وربي قال ابو صالح السلام عليكم ابو صالح انت رئيس صناعة المحتوى انت قلت قالها والكلمة والرجال عند كلمته ابو سعد عندك ابو سعد خلاص ربك كعبة ما خلاص قلت تحدي ابو سعد انت قلت ما تبيع اعطني قلت لك ما ابيع مين اعطك اياه اكب امي لا 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 والله اكب امي الصوت لا 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 خليك وين رايح وين وربي عيال ريحة خايسة انت ابغاك تاكل والله اني بطرش صدق ليش ولا لا طيب بطرش بالله عليك
طيب يا جماعة الخير والله ما اقدر اكلها واصلا هذا لا قرر ابو صالح قرر ما علينا قرار عندك وانت انسان تخاذلت ولا كليت فلذلك عقابك تكون مكمل المقطع لا تكمل المقطع كذا كم مقطع كذا هذا عقاب الجوله الجايه والاخيره ايش هذا مو عقاب ترى قاعد اشوف الدنيا سماوي يعني اي عاد احلى شيء ومختوم كمل الدنيا كذا الجوله هذه راح تكون مزاد يا جماعه حلو نبي كم تقدر تعدد يوتيوبر فوق المليون من اي مجال عندك بدايه روح بس فارس زياد اكس بندلت راكان شون روب ابراهيم الهمري فيرفل موزي صغير بدر مين بدر ابو نوح جلوري ابو شوف اوبلز جوبرز جو حطاب ابو عمر مساعد فوزان شو اسمه ذاك هذا ادراك اخذها مني طيب جو حطاب سرايك 1 عندك سرايك 2 تخسر ايوه طيب كيو 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 غافري شون القناه الثاني ما يدخل لا جديده هذه باور سبفكس سبفكس نويسر مودي اوليل اوسمز رايد فالكون غلط سترايك 1 خذ ذي مني خذها خلوا ذي 25 دو ذلك اللي مع بعض ايش هذا؟ القوم سترايك في ناس اللي اسمه دو اكتبوا صالح دو قناه دو يطلع لك اياها لو طلعت قناه اسمها دو ايه واصله فوق منه دو بس دو دو يا ابوي طلع شرح تطبيق خذها مني يا ضعيف واختار الحامض شوف انا اخترت هذا كان كويس بختار هذا دائما هذا يطلع كويس اللي وراه دائما كويس يا ضحكته مستفزه فذني مستفزه يلا عندكم فزدين معروف اقشب امها لا ما عندنا فزدين هذا رقم واحد بسم الله يا غبي شيل الجلد اول يا غبي قاعد تاكل جلد كانك تاكل كيس كذا كيس خبز اقول قاسي استغربت بسم الله اكل كيس مره ثانيه خليه مره ثانيه وربك يا الله ابو محمد تكفى لا تستعمله في الغداء الطباخ تكفى لا تستعمله رسميها ما تستعمل بس اسمع تاكل مره ثانيه والله لذيذ يا حياتي بس صدق اقسم بالله الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع اذا عجبكم المقطع تبون نسوي جزء ثاني وانا افكر اني اجيب اخطبوط حيوان نادر ما معك اي واحد من الشباب طيب الله يعطيك العافيه فارس قناه فارس موجوده في الديسكربشن وصلوا مليون حبيبي وقناه ابو سعد قناه ابو سعد برضه يستاهل اشتراك يا اخوان لا تنسونا يعطيكم العافيه اشوفكم على خير سلام عليكم